عديت الاثيرج ومكمل كده سوالف زدنا من الاثيرج. ولكن السؤال الوحيد اللي عليا فعلا مهم فعلا مهم جدا مانجمنت ليدنج ديفايسز. طب سيادتك يجي لك سؤال زي ده ليدنج ديفايسز حاجه من اثنين، يا اما العيان جاي لك ديورنج الاتاك يا اما ان بتوين الاتاك او بين قوسين كده فولو اب. ويكتب جنب منها لا تنسى يا اهبل. انا كلكم بتكتبوا لا وتنسوا اه. يعني انت سيادتك اللي هو مين الاكتاف اللي هو الفول اوبزرفيشن. يعني انت عليك مين؟ هتروح للعيان تقول له هو حبيتك ما عندكش حاجه خلاص؟ لا، لازم تعمل فول اوبزرفيشن. دايما بتنسى الفول اب بتاع العيان. خلاص؟ فانت لو قال لك مانجمنت وكليننج اناليسيس هتبدا الاول الكيل كيلينج وكيل بتوين. كيلينج الاتاك بقى اللي هنتكلم عليه. طيب جه قال لك كيلينج الاتاك هنشوف هنجاوبها ازاي. هتبدا بالدايجرام ده اهو اللي انا مليته لك وانا بشرح زمان ولازم تبدا بالدايجرام ده اهو. خلاص؟ هتبدا بايه؟ ريسسيتيشن فيرست بلس ميجرز تو بريفنت انكيفالوجيز. سهل. The first line of treatment is endoscopy plus blood to decrease portal pressure. سهل. وعلى السهم فين؟ قوم كاتب لي the second line treatment is song is taken. Song is taken is the second line. Song is taken. Failed paper. يعني لو failed endoscopy هات ان line تاني اللي هو song is taken. سهل. لو failed song is taken يبقى emergent surgery. والإميرجنت سيرجن هتقوم كاتب كده according to a child على السهم to classification هو child A ولا B ولا C. child A ده هنعالجه definitely اللي هو shunt operation. child B ده symptomatic اللي هو دي بس بولاريزيشن. تشايلد سي ده بقى يا دوبك طبطب عليه واديله بوسه واديله جنب الحيط اعمل له تبس بس. هتبدا بالدايجرام اللي قدامك ده. ده تاني دي سبستيشن فيرست بلس ميشرز تو بريفنت انكيتروبس. بعد كده ذا فيرست لاين اندوسكوبي بلس بلس تو دي سيرفوتال بريشرز. على السهم فين يبقى سانجستيك. على السهم فين يبقى emergent surgery. emergent surgery ده هتعمل عمليه according لايه؟ according للشايلد بوك. شايلد بوك شايلد A ولا B ولا C؟ A شنطة operation. B دي vascularization. C tips. كتبت الدايجرام ابدا ايش؟ هتشرح ان شاء الله. تفاني وسيحة. واحد يقول لي انا دكتور عادل خد بالك بقى انت هنا هتقول لي عليك فاهم ايه كابيتشر بقى في انفستيجيشن وكده ما احنا واخدين اي مانجمنت كده؟ لا. لا انت هتخش على طول في السؤال ده اهو هتخش على طول على الدايجرام وتمسك لي مايك مايك بقى من ضد الشرح. خلاص؟ واحد يقول لي يا دكتور عارف فين الدياجنوزز وفين فين الكلام ده؟ ما انت هتكتبه تحت الاندوسكوب. ما هو الاندوسكوب عندك مكتوب دياجنوستيك وايه؟ بس هو بيقول لك خلاص شوف اللي كانت تقول الدياجنوزز. في كلمه. بس عشان ما تقعدش تضيع وقتك تقوم كاتب لي كيكا بيتشا و و و اولا تضيع وقتك وقتك. لان اتفقنا بليدنج ديفايسز ان انفيرجنس يبقى لازم نبدا بايه؟ بالريسسيتيشن. طيب الريسسيتيشن اشطب على اللي عندك فيلتو اس بليدنج ديفايسز شكرا. ميجرز تو بريفنت الكاتالوجسي عناوين. خلاص مش هقول بقى عشان ايه؟ الوقت. ميجرز تو بريفنت الكاتالوجسي عناوين ما تشرحش اي حاجه تحت اي عنوان. دراكس في كيس الفوتر بريشر عناوين. يا رب يجي لك شغل بتاع لو كتبت اي دوز او اي سايد افكت يعني واحد باظه بالسين اثنين جلايد بالسين ثلاثه سمات وستين اربعه كيلو جلايد مفيش لا دوز ولا سايد افكت ولا ميكانيزم ولا اي حاجه. طيب هتيجي على الاندوسكوب هتكتب دياجنوستيك وسابيوتيك دياجنوستيك كلمه تعال تحت السابيوتيك
اللي هيتكتب تحته ما يتكتبش كتير، ما يتكتبش كتير، امال كل اللي هيتكتب تحت الاندوسكوب خلاص. لو انت عندك الاندوسكوب انجكشن ستيريوسكوبي وفاندلايجيشن، انجكشن ستيريوسكوبي هتكتب لي الماتيريال اللي بنستخدمها، واهم حاجه عندي هي السايد افكت خلاص. امال التكنيك ما يتكتبش، هتتكتب الماتيريال ويتكتب السايد افكت او كوميونيكيشن يعني. ما هي هي ده كومبليكيشنز خلاص. امتى تقول ان الاندوسكوب فين؟ فاهم؟ ده مثال في شركه وجاوبت لك عليه. امتى تقول الاندوسكوب فين؟ يعني انت حقنت العيان والعيان نزل، تحقنه تاني؟ فانت عم تحقنه وتسيبه اندر اوبزرفيشن، تحقنه تاني؟ اه تحقنه تاني. طب تحقنه تالت؟ لا، ماكسيموم حقنتين وزن 6 اور، بعد الحقنتين يبقى ده فين؟ طيب يبقى ده عرفت امتى اقول فين؟ فانت لايكيشن بتكتبها كلمه وشكرا، ادي اللي بتتكتب تحت الاندوسكوب. تعال على السم ستيت. الدراجز الدراجز بتتكتب تحت يعني عنوان في الدياجرام. الدراجز اللي هي فازو برسي. دراجز تحت الاندوسكوب بلس ايه؟ اه ماشي. دراجز بليز بوك بتاع مين بقى؟ طيب انت الاول بص بتكتب الدياجرام بعد كده تمسكها بقى. ليس اوسيديشن تشرح كلمتين، فيجن تو ديفيلت الجلوبس كلمتين، اندوسكوب كلمتين، دراجز بليز كلمتين. ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا عايز السيرجن. انا عايز ده اهو ده اللي هيشرح. خلاص ما اضيعش وقتك في كل ده. خلاص انا كنت بضيع وقتك في كل ده وتيجي على السيرش تكتب لي عناوين هو اللي بيصحح لك ايه؟ جراح مصدر طوالي ولا ايه؟ ولا دكتور لسه مغمض في حاجات دوليه ولا ايه؟ كنت راح هو عايز يهدي خلاص ما ضيعش وقتك وتيجي تبقى عدد الشهور اللي بتبقى وتيجي ده انا عايز ده ما ضيعش وقتك اللي فوق. طيب سانج ستيك سانج ستيك هتيجي تحت السانج ستيك هتكتب لي التايبس. التايبس هي هات يوز اللي في سانديستيكن وفي ميوسيتا تيوب وليتو نيكولاس تيوب من انواع البرايتس بتاعت التيوبس اللي هي التايبس. وصف السانديستيكن هيتكتب الوصف الديسكريبشن ان السانديستيكن عباره عن اتنين بالون وثلاثه ليومن. هتكتب لي السايد افكت او الكومبليكيشن اوف سانديستيكن. هو دي الحاجه اللي مش هتتكتب في الامتحان هي التكنيك اللي هو ازاي تركب سانديستيكن زي شكله اللي هي مكتوب عندك في نص صفحه بل ومسيحه خلاص. دي ما تتكتبش في الامتحان. امال دي الشبكه اللي هو ازاي تركب يا ابني وتحقن ايه وتحقن ايه قبل ايه وازاي تغطيها خلاص. طيب بعد ما كتبت لي السانج ستيك تقوم كاتب ايفيجن سيرجن. لو قلت لي ايفيجن سيرجن هتقول لي كلمين في الشهر يا حبيبي يكتب هيتشرح. فانا اللي شايف اللي هو هيتشرح في الموضوعين في الامتحان في الليفر في باكسيلوم كارسينوما وهنا. يعني هتشرح لي الشايب بوك الاسوكيشن هيتكتب. وبعد كده بقى تبدا تمسك لي شنط اوبريشن في فاسكولايزيشن وتيبس دول اللي هتكلم عليهم بسرعه. التيبس التيبس دي اختصار ايه؟ ترانس جاكولار انترا هيباتيك بولتو سيستميك شنط. دي بتتعمل ازاي؟ اولا في الشايلد سي ما بتتعملش الا في الشايل سي يعني عيان طايع. طيب ده بيتعمل ازاي؟ اسكار بتخش من الجاكولا فين؟ ادفانس جاكولا دي اول كلمه اسكار الجاكولا سكريت سكيومينيكيفا الهارت الانفيومينيكيفا الانفيباتيك فين؟ للليفر. الحمد لله على السلامه. يعني من الاخر من اول بخش من الجاكولا لحد ما اوصل للاي بي سي والهيباتيك فين؟ وهم جاي داخل في قلب مين؟ في قلب الليفر. خلاص؟ طيب والاصلاه بتاعتك داخله كده 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 اهي. طيب جميل. بتقعد اول ما توصل للليفر تقوم جاي عامل ايه؟ عندك هنا البولتر فين؟ فده بولتر فين؟ وده هيباتيك فين؟ خلاص؟ انت دخلت بالاصلاه كده. اول ما تخش جوه الليفر تقعد بقى تعمل بوش او روتيشن تقعد تنخبط في قلب الليفر تزق 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 لحد اما توصل للتراكشن من برانشات البولتر. ده الخطب بتاع الخطبه واقف منك بيعمل الكلام ده. طيب وصلت سيادتك اهو خلاص الاصطاد دي عدت من برانش من هيباتيك فين للبولتر فين. تعالى سيادتك ركبت ايه؟ ستنت. احط ستنت. ستنت ما بين ايه وايه؟ ما بين هيباتيك فين وما بين ايه؟ بولتر فين. اقرا كده الكلام بقى. ترانس شكل انترا هيباتيك بولتو سيستميك شط. بولتو سيستميك شط.
بالستنت خلاص بيخش فين؟ في الناحيه الثانيه. يبقى انت دلوقتي قللت الضغط ولا لا؟ قللت؟ اه 100 100. اولا العيان ده هيموت من انترنال هيموج. انت بتتكلم على ليفر من 160 نيله صح ولا غلط؟ ده هيموت من انترنال هيموج. واذا ماتش من انترنال هيموج 100% ايه؟ الكالوبس. لانك خدت الامونيا من الفوتر وديتها على السيستميك وباي باس مين؟ يبقى العيان ده ميت ميت صح؟ قلت لك التبس دي حلوه؟ قلت لك لا. دي لما بتتعمل امتى حاليا؟ هعمل له دلوقتي عمليه ترانسبلانتيشن. لا هو حل الشاي دي سي الحل الوحيد هو الليفر ترانسبلانتيشن. التبس دلوقتي بتتعمل از اتمبوري ستيج فور ليفر ترانسبلانتيشن. فموجود ولا حاجه مؤقته يعني من الاخر لو العيان ملوش ليفر ترانسبلانتيشن انا بسيبه كده كده ميت اصلا. بدل ما اموته التبس، التبس بيتموت. التبس بيتموت. فهو يا عم ميت ميت خلاص. سيبه يموت احسن لو ملوش ليفر ترانسبلانتيشن. امال لو ليفر ترانسبلانتيشن عبالها ما حطه واجهزه واجهز المتبرع و و و و اقوم مركب التبس على المضارب بس يومين ثلاثه لحد ما ايه احضر العمليه. ما هيموت كده خلاص؟ نعم هيموت في اليومين دول. لا هو عشان يخش الانتبلوبس محتاج لك اسبوع 10 ايام. والانتين الهيمرتش انا كده الحق كده الانتين الهيمرتش. ما هو الانتين خلاص هو ما هو لو مات الانتين مش ما ميت بليدي. انا اعمل اللي عليا وخلاص. والله لو عدى الانتين الهيمرتش خلاص هو ميت ميت. يبقى شاي تسي مجرد انك تدي له بوسه وتقعد انه يحط ليه في التبس. طبعا الاجابه في الامتحان البرنسبل فقط تكنيك. لا الاجابه في الامتحان البرنسبل فقط اوف تبس. طيب ده شاي تسي. طب تعالى بقى شاي تي بي. قلنا شاي تي بي دي فاسكولاريزيشن. طيب تعالى نشوف الشاي تي بي. تعالى نشوف هنكتب ايه تحت الدي فاسكولاريزيشن. احنا قلنا ايه فكره الدي فاسكولاريزيشن اوبريشن؟ قلنا كلمة دي فاسكولاريزيشن يعني ايه؟ يعني انا هربط الفيزلز اللي رايحة للمنطقة دي. فبالتالي البليدنج هيقف. ولكن هل انا عليك نقطة هايبر تنشن؟ لا. يعني ستيل الضغط عالي هنا؟ اه ستيل الضغط عالي. ستيل العيان عنده كابيت فلوزة عنده هيمورايدز عنده أي حاجة تانية. ماشي بس أنا مجرد سيمتوماتيك بليد. طيب الدي فاسكولاريزيشن عندك شوية حاجات عك ما تتكتبش. فون كامل بري ماكريل بري ووكر قشر. انا هما ست عمليات اللي انا محتاجهم في الامتحان اللي هو تنر موديفايد تنر وحساس وخيري حتى لو نسيت خيري قص وسيكورا وياماموتو ياماموتو هتموت. يبقى هما ست عمليات اتنينات كلهم تنر موديفايد تنر وحساس وخيري لو نسيت خيري قص وسيكوم ياماموتو ولو نسيت ياماموتو هتسالك بقى في الشكل. طيب تنر موديفايد تنر قلنا تنر كان بيعمل ايه؟ الراجل قال لك بص يا سيدي اهو قال لك تعالى اعمل دي فاسكولاريزيشن للور اند اوف ذا سورت. ماشي ربطت البينز ازاي دلوقتي؟ تعالى على الليفت جاستريك بينز اوف بوتو. تعالى على الشورت جاستريك اوف بوتو. الراجل بيفكر يعني ربطت لك البينز الواحد بس عمل حركه غبيه بعد ما خلص الكلام الحلو ده. اما عمل ايه؟ قطع الاستومر وقام موصلها تاني. بس الاستومر كده بالمقص تك 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 قام قطعها وهو جاي ايه؟ موصلها تاني. ايه يا عم الغباء ليه عملت كده؟ قال لك عشان حاجه اللي هي ده اهو الليفت جاستو بلويد بين ده اهو. احنا واخدين ان الفوتو سيستميك شنط اللي بتحصل هنا ما بين مين ومين؟ ما بين الاسيكس والشورت والليفت صح؟ ولكن اكتشفوا ان ده بيبعت لي بينز للمنطقه دي برضه. طب يا عم طنط ما ربطتش ده ليه؟ وخلصت منه. قال لك لا ما هو انا كده ربطت ثلاثه فينز. خلاص الاستومك المفروض ليها كام؟ خمسه. لا خمسه. قال لك لا يا عم انا خايف يا عم الاستومك ما تعيش. طب انت عملت ايه؟ قال لك لا انا هقطع الاستومك كده وخربها تاني. بحيث ان انا كده متاكد ان ايه اللي حصل في البنات ديت؟ اتقطعت. ولكن ايه اللي بيحصل؟ نيو فاسكولاريزيشن من جديد. ولا كانك عملت حاجه. طب ده زي الطنط. عم متصلح نفسه لما لقى حصل بالكارس. قال لك انا هعمل موديفايد كارس. ازاي اعمل حاجه؟ قال لك تعالى على السبرين اعمل سبرينيك. ماشي بس بدل ما يجي يقطع ويوصل لا عمل حاجه اخده واخده. اما قطع وشال حته اسمها سليف جاستريك. سليف يعني شيل حته ويقوم وصل تاني عشان يتاكد ان هو مش هيحصل نيو فاسكولاريزيشن. يا عم الحاج انت كل انك سايب البين ستيم ده اهو هيحصل نيو فاسكولاريزيشن. يبقى الفرق بين موديفايد طلب وطلب موديفايد طلب زود سبلينكتومي وعمل ستيل جاستريك. جه حساب قلت
قلت لكم عشان تفتكر حساب تفتكر القصه بتاعته. الراجل كان داخل عمليات نيته الوجه الله ان هو يعمل مين؟ فات تمام. موبايل تمام. الراجل عمل ايه؟ قطع دي فاسكولاريزيشن وربط الليفت جاس وربط الشورت جاس وعمل سبلينيك. كانت بقى له ايه؟ الستيف صح؟ قبل ما يعمل الستيف كان ده اتقطع منه في العمليات ايتروجينيك الليفت جاس والبلوك. الله حط خلاص قطع مني رد وقال لك بس ربنا يستر ايه في البطن العيان يا عم وخرج العيان. العيان عدى حساب بس وقام طلع حساب وبيش. يبقى الفرق بين حساب وموديفايد كولر ايه؟ عشان ما تنساهاش ايه؟ ان هو بالك كلمه ستيف الوسخه ده ايه؟ قام راح شالها وقام راح ضغط مين؟ اللي بتجسده. ومن حساب طلعت كلمه الستومك از هايلي باسكولار. تقدر تعيش باتنين من الخمسه. مش دي مكتوبه عندك في الاونلاين اعلان في الستومك؟ انت عندك خمسة بلاد سبلاي تقدر تعيش ايه؟ تقدر تضبط ثلاثة وتسيب اثنين. الكلام ده مين اللي قاله؟ حساب. خلاص كده؟ طيب خيري تعدي المصريين الزبالة خيري غرض من حساب ومن غير مصريين. خلاص؟ خيري غرض من حساب وقال لك هعمل عملية زي حساب بس الباص ببطء. ليه يا أحمد يا ابن الهبلة؟ قال لك عشان الجبتك أكثر. كابوبلاكسس يعني. طبعا لو نسيت بطوس ده يا دوبك اسمه تألف وشطاس ميكي ماوس. لا اكتب خلاص؟ بقالك سيجار يا مامون اول ما تسمع اسماء يمنيين في العمليات تترعش. تعرف انهم عملوا كوارث في العيال. سيجار يا مامون الاثنين يمنيين. خلاص؟ يبقى تنر وريفايد تنر ده اللي كان بيعالج عبد الحليم. حساب وخيل الاثنين مصريين. سيجار يا مامون الاثنين يمنيين. حلوه قوي الجنسيات اهو. طيب سيجار يا مامون سيجار قام عامل ايه؟ قال لك هعمل اكستنسيف دي فاسكولاريزيشن قصاد صوتيس. يعني ايه؟ الراجل قال لك انا هعمل دي فاسكولاريزيشن ل 18 سم منين؟ من الاوسوبيس. يعني ايه الكلام ده 18 سم؟ هو الاوسوبيس كام سم؟ 25 يعني 18 يعني يوصل لحد هنا. عشان يوصل لحد هنا يبقى جواب المنيه فين؟ يبقى لازم يعمل ايه في الشيست؟ يعمل هنا يعمل استروما. ادي واحد ادي كارثه. وبعدين هقطع الاوسوبيس ونصهم تاني اللي هو فضلنا ابن الكلب لو ما كنتش هيبقى وده. راح قطع الاوسوبيلس وقام موصله تاني، يعني ظبط ايه بقى اللي هو ايه؟ هيجيب له جنجين هيجيب له جنجين، يعني السدس. ده سيجور يا ماموتو بقى طبق في القاعده بتاعت مدرسه الرواب بتاعتنا، الباب اللي يجيلك منه ريح شيله واستريح لك معلم بصراحه، خرجتكم كده كده مطمن عليك الحاجة. الباب اللي يجيلك منه ريح شيله واستريح، يعني هتاخد دي منطقه في حالها، بصوا فاكوا جاستريك. طبعا مسائل التخلف. خلاص يبقى سيجورا يا مامون سيجورا قضى على الاسوفيلس يا مامون شيل راحت ليه ده؟ قعدت تعتبر بطل وكده ما تبقاش يبقى هما ست عمليات اللي عايز تشوفهم في الامتحان. طنر موديفايد طنر خلاص كده سيجورا خيري وحساب وخيري سيجورا يا مامون في الشفوي لما قلت له دي فاسكولاريزيشن الكلمه اللي تنطق من بقك ايه؟ الكلمه اللي تنطق من بقك حساب لو قلت اي حاجه ثانيه هتنطق كده. يبدا في الشفوي شايفه دي فاسكولاريزيشن يا ابني ايه؟ ها؟ بتنطق على طول اول كلمه كده تبقى كلمه كده كانك ماسك سلك كهرباء عليان كده اهو حساب يا بيه حساب هو دي اللي اتعمل هي دي مكتوبه في كتب ما عادش مكتوب ده طنا ولا موديفايد طنا ولا سيجار يا مامون دول في مسبات التاريخ خلاص الحاجه الوحيده اللي بتتعمل هم مكتوبه حساب. دكتور يعني السجورة قطع وشاله؟ ايه؟ لا قطع وسابه؟ ظبط الفرق لا قطع ووصل قطع وشال قطع ووصل يعني كلمه ترانزكشن في موجوده في المذكره دي معناها قطع ايوه كلمه ترانزكشن يعني يقطع ويوصل امال ريسكشن يعني ريسكشن يعني يشيل كلمه ريسكشن يعني يشيل ترانزكشن يعني يقطع امال يسلك اللي كانت في الهرنيا دي كانت لا ريسكشن 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 يعني يسلك عايز تطلع بالراحه عايز كمان عايز تفهم كمان عايز تفهم المصطلحات لا حول ولا قوه الا بالله ده دي فاسكولاريزيشن شنط اوبريشن شنط اوبريشن شوف لك اوخم حاجه عندك الشنط خلاص لما تيجي تتكلم على الشنط في الامتحان تخش لي على طول على الطايلز والشنط عندك مقدمه كده رخمه كرايتيريا وشنط وايديال شنط وما اعرفش ايه الانديكيشن وايه انت تخش على طول على الطايلز والشنط في الامتحان الطايلز والشنط احنا اتفقنا الطايلز والشنط في عندي توتال شنط وفي عندي السلكتيف في حاجه كده لما مؤاخذه حاجه اسمها البارشيال شنط هي توتال وسلكتيف طبعا انت بتقعد تذاكر وتتخيل ان الشنط دي تتعمل بقى وحاجات بقى وتقعد تحفظ الشنط مش
الاي بي سي وده الرينا فين. قلت لك كوالنت اوبريشن عمل ايه؟ وضع ثلاث خطوات خاصه كده ثلاث خطوات تحت بعض، ادي رابطه ادي ثانيه ادي ثالثه. ربط كام رابطه؟ ثلاث رابطات حتى لو اتفصل العرض. ربط الليفت جاسك الرايت جاسك والسبرينج، بس ما ربط السبرينج فين؟ ناحيه الضغط. قام جاي قطع السبرينج فين كده اهو، ماسك السبرينج فين ده اهو سرع نقطه بس خلص العمل. ربط ثلاث رابطات وقام موصل السبرينج فين بالايه؟ بالرينا. هناك كنت بوصل السبرينج بالرينا بس منين؟ ناحيه بوكس. المره دي ايه؟ فكرتك ايه يا عم الولد؟ رقم واحد بص معايا يا سيدي، انت عندك دلوقتي البورتال فين؟ الضغط فيه اخباره ايه؟ طب البورتال فين كان بيجي له دم من حتتين، دم من السبرينج فين ودم من مين؟ السبرومزنتيك فين، صح؟ انت دلوقتي السبرينج فين الدم ده راح على مين؟ امينة. طيب يبقى بالتالي البورتال فين ما بقاش يجي له الا دم من ناحيه واحده بس اللي هو الايه؟ يبقى الضغط قل ولا ما قلش؟ يبقى رقم واحد انا قللت الايه؟ ها؟ البورتال بريشر. رقم اثنين زودت نسبة الانكفالوباسي ولا لا؟ لا. لا ليه؟ لأن سيادتك مين الدم المحمل بأمونيا؟ هنا ولا هنا؟ الأمونيا موجودة فين؟ في الانتستن مش في الاستومك، مفيش أمونيا في الاستومك. أمال الأمونيا موجودة في السمول انتستن واللارج انتستن. طيب الأمونيا دي موجودة في السبيوم سنتر، هل أنا غيرت السكة بتاعت الأمونيا؟ لا، الأمونيا ماشية في الجوتر فين ورايحة ناحية الليفر. ما وديتهاش على السيستمك زي التوتال شرط. يبقى رقم اثنين نو انكفالوباسي. رقم ثلاثة بص لي على المنطقة دي، الفاسس اتصلحت ولا ما اتصلحتش؟ أنت دلوقتي مين اللي قال لك تربط الاثنين دول؟ ليه ربطتهم يا عم ورد؟ قال لك يا سيدي عشان المنطقة دي تقلل الضغط فيها. خلاص ما هو سبب الفاسس إن الضغط هنا عالي. طب دلوقتي المنطقة دي بقى لها سكة واحدة بس في الدرينج اللي هي مين؟ من الشورت للسبرينج يمينا. الله، يعني بمعنى صح انا واقف اهو كده اهو، الناحيه دي سكه والناحيه دي سكه، انا فصلت بقى خليت سكتين على بعض منفصلين، يعني خليت السكه دي سيستمك ودي زي ما هي ايه؟ بورت. دي كانت الاول كل ده كده بورتال، صح؟ لا انا دلوقتي خليت ده ايه؟ ها سيستمك وده بورتال، فصلت السكتين على بعض. وده اللي خلاني اربط ده واربط ده، عشان هنا ما الضغط العالي ما يتنقلش مين؟ للمنطقه هنا. يبقى رقم ثلاثه نو اوسوجيال فيرس، صلحت الاوسوجيال فيرس. يبقى وارد اوبريشن از ذا بيست شانت. يقول لك ليه يا ابني ذا بيست شانت؟ كله عشان ثلاث حاجات. ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد، قللت الضغط، ما زودتش الريسك اوف انكفالوباسي، وصلحت الفيرس. حلوه لحد كده؟ مفهومه؟ مشكله الجوانب بقى ايه؟ العيان بعد ما عمل عمليه زي الفل قعد ست شهور سنه وقام داخل في الانكفالوباسي. ليه؟ ليه يا عم الحاج ده لو قلت نو ريسك انكفالوباسي؟ قال لك بس. يبقى اكيد في ايدي خفيه لعبت. لعبت دي عملت ايه؟ خدت الدم، ركز معايا في الاول، خدت الدم من السبيوم زنتك اهو، خدت الامونيا من هنا وديتها هنا. ايه يا عم؟ قعد يدور 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 فين اللي بيلعب؟ لقى البنكرياس. لما كده خدنا الانتروس البنكرياس، فكرني كده بالفينس درينج بتاعه؟ بالقطيع السبلاي بتاعه؟ والله هو فينس درينج. سوبيريور وانفيريور بنكرياتيكو ديودينال وسبرينج، صح؟ طب جميل، ما هو سبرينج فين وسوبيريور فين بنكرياتيكو ديودينال فين؟ الفينس دي بتصب فين؟ واحد في البودر وواحد في السوبيريور سنتر، يا عم اهو. طب جميل، حلو قوي، يعني الاثنين دول يا جماعه؟ بودر، صح؟ وسبرينج فين ده ايه؟ سيستميك. خلاص؟ الاثنين دول بودر وده ايه؟ ده سيستميك، صح؟ البنكرياس ده مش حلقه الوسط ما بين الاثنين؟ صح؟ ايه اللي بيحصل؟ الامونيا بتجيلك من هنا على ده. اللي احنا بنسميها احنا ايه؟ بنكرياتيك سيفون. بنكرياتيك سيفون او بيسموها بنكرياتيك شيفت. شيفت يعني ايه؟ يعني البنكرياس هي حلقه الوسط. ما هو قاعد يدور فين حلقه الوسط؟ مين اللي بياخد الدم من هنا؟ يوديه هنا، مين اللي ياخد الامونيا من هنا لهنا؟ قال لك بس مين الكونكشن؟ قاعد يدور 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 لا مين؟ البنكرياس. بقى بنسميها بنكرياتيك سيف. طب حلها ايه؟ موديفايد وارد. عمل ايه بقى موديفايد وارد؟ ما تقولش شيل البنكرياس. لا، شعور تخلف. الراجل قال لك الفينات الصغيره اهي اللي هي بتدرين البنكرياس تعالى ايه؟ يعني من الاخر افصل الاسبرينج فين عن مين؟
ابعد الكبريت عن النار بس بس ده اسمه ايه موديفايد كوارت. يبقى سبيست شوت بقى هي مين موديفايد كوارت ده ليه ده سبيست شوت خلاص دي كانت محتاجه فيه. هي موديفايد خلاص انت بس حل يعني شوت يعني اللي مش خلاص حل التوازن نفس ليه اعمل لا لا قصدي يعني في اقعد على فكره العمليه ما هياش حلوه قوي زي ما انت متخيل يعني لها ريسك بليدنج ريسك اوف ديث انت بتعمل مايل الفاصلة انستموزس ممكن يحصل ثرومبوز ممكن يحصل بليدنج دي مشاكلها ممكن يحصل دخل عام في الكتالوباسي فاهم ازاي؟ طب ما ليه؟ ما تكسكوب دلوقتي خش يا عم واحد الفاسس وخلاص وسيب الجوطه لغايه ما تتش عالي زي ما هو بس نعم ليه؟ اندوسكوب مره واثنين ودلوقتي على فكره في دلوقتي خايف ان هو بيعملوها ثلاثه اربع مرات وعادي مش مشكله ونادرا لما انت بتقولي فين يعني ده نادرا يعني فين وفين عمال بنشوف نص الف عيان عيان فيلد معاه اندوسكوب وبيبقى على فكره عيب تكنيكال مش عيب مش عيب في العيان لا عيب تكنيكال ايرور يعني عيب في الجحيم اللي هو ما حقنش صح فهو دلوقتي يا جماعه الاندوسكوب وهو سميد لاين كل ده كده اهو مش خلاص بقيت انواع الشنطه اللي اتكتب على مين ان بتوين مانجمنت ما ننساهاش او اللي هو الكو اوبسرفيشن او ال اللي هو الفين بين الاتاك ما تنساهاش ده كده البوطه هايبر بريشر البروتينيه مالو هو لسه في المحطه البروتينيه يا دكتور انزام البروتينيه انزام دكتور البروتينيه انزام نعم البروتينيه البروتينيه بتتميزت يا جماعه الشفره ده بس عشان عندكم مش مصدقين الشفره اسمه بروتينيه بتتميزت هتقولي كده خد الشفره ده خلاص منه احنا كده خلصنا الشماتر وعايزين نفضل لسه والله شايف عارف عارف شايف الدنيا معاك والله عشان انا هقول لك الحمد الحمد لله معلش الله واحد ازاي ده شفت كاس ده اللي فات ما تشيلش الحوار السلام ماشي عارف هل البروتينيه من اندميزم دي السؤال الوحيد اللي جه قبل كده خلاص في دياجنوزس اوف كوفيدايتس بس دياجنوزس اوف كوفيدايتس بروتينيه من اندميزم شطه واحده شطه اسمه بروتينيه من اندميزم شطه الشطه ده يا جماعه انا عايزها كم ورقه؟ حوالي يعني 30 ولا 27 حاجه كده الشنطه دي انا عايز اتطوح البيت تعمل بيه مراكب وعصافير وايه وطيارات ورق وحاجات كده حلوه خلاص السؤال الوحيد اللي جه دياجنوزس اوف كوب نايتس واحد يقول لي طب ده ايه يعني السؤال ده جه مرتين قبل كده بنذاكره يعني من زمان قوي من ايام التسعينات وكده في امتحان التاكيد بس كان جاي اختياري ايا كان والسؤال ده جه منين؟ دياجنوزس اوف كوب نايتس الجوفيت اللي بتتكسر الحوادث هو مش الجوفيت اللي بتتكسر بوتلايتس وانا قلت يا جماعه في اول حصه في المانجمنت انت بتاخد البوتلايتس مره واحده وبتاخدها كوبي بيست توصلها مع الكل ده انت لو حبيت تقراها يعني حتى لو حاولت دلوقتي تقرا كيك فيش عن انفستيجيشن بوتلايتس هتلاقي انا واخدها لك اصلا منين؟ خلاص فانت لو عايز تقراها اقراها يعني بس السؤال ده مش هقدر دياجنوز مش اي حاجه ثانيه حتى مش البوتلايتس كلها لا دياجنوز بس اللي هو كيك فيش عن انفستيجيشن بوتلايتس خلاص هتقع من البنت الرقصه او هتقع من هنا ما عدا ذلك فالشرطه كله يشرب نعم